إلى حضرة النبي سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرسل بلغ مثل الثواب ما قرئناه وما صلينا. وهذه هدية واصلة وبركة شاملة ونظرة الرحمة منا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرياته، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والحمزة والعباس وخديجة الكبرى وعائشة الرواه وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح سيدنا مهاجر أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بائلوي، ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى وسره العزيز، ثم إلى روح الشيخ عمر بن عيسى باركه، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن حسن العطاس، ثم إلى روح السلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى وسره العزيز، ثم إلى روح خواجة معين الدين چشتی أجميري قدس الله تعالى وسره العزيز، ثم إلى روح دادا قلندر ولي يعني پیر قدس الله تعالى وسره العزيز، ثم إلى روح ناگور شاول حميد قدس الله تعالى وسره العزيز، ثم إلى روح شيخنا شيخ داود الحكيم الكامل ولي الله قدس الله تعالى وسره العزيز، ثم إلى روح قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى وأسرارهم وحماة المشهد السبهة وأهل الدارك أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد وإذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على رسولك سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين،
وصلي وسلم على رسولك سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أتيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هتنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. واجعل يا اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغراة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وصلاتنا وخزاتنا وجندنا وولاتنا والعلماء والمتعلمين والصفحاء والجاهلين والخزاة والمجاهدين والحجاج والمسافرين والتجار والزارعين والأولاد والوالدين والنساء والعبادة والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين وطرح للجميع البركة في المعاش. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه نبينا وشفينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.